حاولوا يكسوني يحطموني وينهوني حاولوا يأذوني يا ما حاولوا يجرحوني عملوا مني أنانية عملوا مني شرانية عملوني إنسانة عاطلة قالولي أبشع صبية قالوا عني بقلد ناس قالولي مش طبيعية متصنعة مغرورة لئيمة مش عفوية أقعد معهم يحكوا عبعض بس في اللي يحكوا علي ما بعرف شو بدهم بعد وبيدعوا المثالية عم بجربوا يتحدوني ليطلعوا السيء جواتي ما في مشكل صدقوني لو هيك بكفي حياتي معروفة بالقوية معروفة قلبي حديد ولك ما زال انا الاصليه ما بيهمني التقليد جيشي هاطول بظهري والعالم هيك حبتني ما بهتم لناس مئذيه عهيك امي ربتني.